ولما تم من حمله الشهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه